لطالما اكتست المواجهات بين المولودية والشباب طابع الندية والمنافسة بين الجارين الساعيين لترسيع الخزائن بلقب جديد. أيام قليلة عن الديربي العاصمي المرتقب والأول من نوعه في تاريخ نهائيات السيد الكأس، المولودية المنتشية بالتتويج بلقب البطولة بعد 14 عاما من الانتظار، والشباب المتوج بنفس اللقب لأربعة مرات متتالية والساعي لتعويض خسارة النهائي أمام أولمبي أشلف في نهائي ملعب ميلود هدفي بالباهية وهران. إن شاء الله 5 جويلية هاد العام ضربوهم بزويجة وهاد العام الله كوبلينا قال لك بليلي ما يديش لي وجهك فاهمه كاين بليلي الزقران نعم ساغ الله يدور كاع مخايفين منها ما كاش يقول لك كذا وكذا وهاد العام لاكو تهبط عندنا الباب اللي هو الطروا الزلوج ندي فيه لو بياس كارا فلادي انكاع ولي عنده هضره 5 جوي بينه وفي اخر ان شاء الله. تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الجمهورية في أدوارها الإقصائية شهد تغلب المولودية على أبناء العقيبة في 3 مناسبات متتالية، فيما كانت الغلبة للشباب لمرتين. أول لقاء بين الناديين كان في موسم 1971-1972، وعرف تأهل المولودية للدور نصف النهائي بعد فوزها على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب 20 أوت. إن شاء الله فيها خير. إحنا مدى بينا من الجوار يلعبوا حرارة بس إحنا السيار بما معهم ما مدى بينا نربحوهم. إحنا نتوقعوا النتيجة كش زوج، إحنا مدى بينا 5 باش تقعد لهم في التاريخ كما نقولوا 5G ديريكت تقعد لهم في التاريخ قنطة تحكمهم القنطة باش ما يزيدوش يهضروا قايتك على البالون باسكو هم يقولوا احنا يا خير منكم في البالون احنا ما شفنا والو. عندهم غارديان صح شباب نهضروا الحقيقة برك كيف صح لي جوار والو تما توقعات راكي تشوفي كاع باب الواد كاع خضره وحمر الله يبارك. وخلال موسم 1979 التقى الطرفان في الدور الربع النهائي وتأهلت المولودية للمربع الذهبي بركلة الترجيح بستة مقابل 5 ركلات على حساب الشباب أيضا. وفي الدور ذاته من موسم 1983 تواجه الناديان في ذات الدور من المنافسة وتأهلت المولودية للدور النصف النهائي بهدف يتيم. هاد العام دوبلي هاد العام كأس وبطولة نمسحو كلش هاد العام قلت لك بالله لي الزقران نمسغر كاع الدور والله هذا 5 جوي تحت 3 الماتش اليوم اختي بإذن الله 2-0 واحد نعيجي واحد بالليل ونهبطوا بها الديفيلي على باب الواد وما حش تحبس الحفلة واحد 7 ليالي وحنا كل يوم حفلة حفلة منا حفلة منا وحقدوا كاع بالقنطة بإذن الله. وخلال موسم 1988 كان الفوز والتأهل من نصيب الشباب في الدور النصف النهائي وكان أول فوز للشباب أمام المولودية في منافسة السيدة الكأس بواقع هدفين نظيفين. تبقى النتيجة نقولها لك مسبقا النتيجة ستكون لا محالة للشباب بالوزداد. النتيجة ستروح للوقت الإضافي لا تروح للوقت الإضافي يمكن يكون هدف في الوقت الإضافي يمكن تروح لضربة الترشيح. وبعد 20 عاما جدد الشباب الفوز على المولودية عام 2009 بضربات الترجيح في الدور 16 ليعود الفوز مرة أخرى للمولودية العاصمية في موسم 2017-2018 في الدور الربع النهائي بنتيجة 2-1. احنا اون فا جوي افيك دو كوغ رايحين نلعبوا بزوج قلوب صحيح الشباب العناصر الشباب قلت لي نتكلم على العناصر عناصر الشباب يعني لي جوار ايل فون جوي افيك دو كوغ اي اون فا غاني ونتمنى لهم ذلك ولا ننسى بان المولودية فريق قوي ما نطيحوش من قيمته منافس عنيد منافس كبير له تاريخ تاني قوة وإنما الكأس ستختار صاحبها وصاحبه هو شباب بالوزداد وتبقون على خير إن شاء الله. فمن سيكون صاحب أول فوز في أول نهائي يجمع الناديين العاصميين في نهائي السيدة الكأس على ملعب 5 جويلية الأولمبي يوم 5 جويلية؟